تحية الوطن، تحية جمهورية مصر العربية الطبعة الأولى في قناة دريم، وهذا أحمد المسلماني يحييكم. السلام عليكم وكل عام وحضراتكم بخير. لماذا قام الجيش الأمريكي بتقسيم القوات الجوية؟ القوات الجوية الأمريكية هي قوات لها سمعة عسكرية كبيرة في العالم قبل وبعد الحرب العالمية الثانية، إنما فجأة الرئيس ترامب قرر تقسيم القوات الجوية الأمريكية بحيث أنها تبقى قوتين: القوات الجوية الأمريكية، القوات الفضائية الأمريكية. قبل كده القوات الجوية الأمريكية هي المسؤولة عن المهام العسكرية في الفضاء، يعني كل ما يخص الفضاء الخارجي من الناحية العسكرية هو جزء من أعمال ومهام القوات الجوية الأمريكية. إنما الرئيس ترامب قرر وأعطى توجيه للبنتاغون، والبنتاغون بدأ تنفيذ هذا التوجيه، تقسيم القوات الجوية إلى قوات جوية كلاسيكية بالمعنى المعروف عالميا، وإلى قوات فضائية، لكن دي قوات منفصلة بقيادة منفصلة. فأصبح الجيش الأمريكي فيه 6 فروع، الفرع الأحدث أو الفرع الأخير هو القوات الفضائية الأمريكية. الرئيس ترامب عنده تصور لعسكرة الفضاء، ورغم أن أمريكا موقعة على اتفاقية الاستخدام السلمي للفضاء، إلا أن الرئيس ترامب بينحو منحى كبير وواضح تماما في عسكرة الفضاء. من الناحية العلمية دعم جهود علمية وبحثية أن الأمريكان يرجعوا مرة أخرى إلى سطح القمر من جديد، زيارة جديدة إلى القمر. إنما من الناحية العسكرية بتقسيم القوات الجوية وتأسيس قوات فضائية عسكرية أمريكية، ده معناه أن الرئيس ترامب مش ناوي يلتزم كتير جدا بمعاهدة منع عسكرة الفضاء أو الاستخدام السلمي للفضاء، وإنما هيستخدم الفضاء عسكريا. بعض المعارضين لذلك نواف في الكونجرس الأمريكي شايفين إن كده الرئيس ترامب بيقسم القوات الجوية ويمزق أوصال القوات الجوية الأمريكية، وده مش في مصلحة الجيش الأمريكي، إلا إن الرئيس ترامب أعطى التوجيه البنتاغون هينفذ ما سيحدث، إن الجيش الأمريكي هيبقى 6 فروع، الفرع الأحدث هو القوات الفضائية الأمريكية المنفصلة والمستقلة عن القوات الجوية الأمريكية. المنتخب المصري يحتاج إلى أطباء نفسيين. هذا الكلام ما فيهوش هجوم على منتخبنا الوطني، إنما هذا الكلام طبقا للي موجود في منتخبات أوروبا وخارج أوروبا. زي ما في أطباء عظام وأطباء لحالات أخرى محتملة للاعبين، في أطباء نفسيين في كل الفرق الرياضية. ومش طبيب نفسي بمعنى بيقول كلمتين ويمشي، إنما أطباء نفسيين محترفين وعلى مستوى عالي من الخبرة والكفاءة وفاهمين في هذا الملف اللي هو الملف الرياضي، لأن التأهيل النفسي لا يقل أهمية عن التأهيل البدني وعن التأهيل العقلي للاعبين علشان يتمكنوا من إحراز انتصارات. النتيجة العربية في كأس العالم 2018 مخجلة للغاية، 8 مباريات ب8 هزائم، 8 مواد، 0 في جميع المواد. المنتخبات العربية هزمت في كل المباريات حتى اليوم بهزيمة تونس 8 هزائم في 8 مباريات. ده معناه نتوقف، وإن ما ينفعش الرياضيين هم اللي يديروا المسألة الرياضية وحدهم، لازم يدخل في الموضوع مثقفين وعلماء نفس وعلماء اجتماع ومفكرين. الرياضيين فشلوا في إدارة الرياضة، الرياضيين في مصر فشلوا، في تونس فشلوا، في الدول العربية الأخرى فشلوا. احنا بنتكلم على مصر، تأكد الآن إن الوسط الرياضي غير قادر على إنجاز وضع رياضي لائق لمصر، ومن ثم من المناسب احنا نعيد النظر وإن احنا ننحي الرياضيين جانبا أو ندخل معهم ونشرك معهم علماء ومفكرين ومثقفين وأطباء وخبراء اجتماع وما إلى ذلك، لأن 8 هزائم في 8 مباريات
وبالنسبة لمصر 3 أهداف في 84 سنة، ده معناه إن في مشكلة نفسية يجب أن تعالج، ومشكلة فكرية يجب أن تعالج، وإن الموضوع مش مدربين فقط، إنما لابد يدخل مثقفين لمحاولة إنقاذ العقل الرياضي المصري والعقل الرياضي العربي. في مجموعة من العقد ينبغي أن تحل. نمرة 1، خرافة شرف المشاركة. الخرافة التي سادت في مصر والعالم العربي أنه يكفينا شرف المشاركة في كأس العالم. تواضع سخيف لا معنى له. ما فيش حاجة اسمها ناخد شرف المشاركة في كأس العالم. في دول زي ما شفنا إيسلندا، دولة صغيرة جدا، أقل من مدينة صغيرة في الدلتا أو الصعيد كل عدد سكان الدولة. لو أنت نحيت النساء جانبا، ونحيت كبار السن والأطفال، ونحيت الجيش والشرطة، ونحيت المسؤولين السياسيين في الدولة، هيفضل عدد قليل جدا، منهم منتخب أيسلندا اللي احنا شفناه. يبقى احنا ما ينفعش ندخل منتخب أيسلندا اللي نص أطباء، دخل بروح الانتصار، وإحنا وغيرنا من المنتخبات العربية داخلين بروح شرف المشاركة. لابد أن نلغي هذه الفكرة البائسة والحمقاء. شرف المشاركة في كأس العالم مش شرف المشاركة في كأس العالم، وإنما شرف الفوز والانتصار في كأس العالم. والعقدة الثانية أو الخرافة الثانية، الدفاع خير من الهجوم. حالة من الجبن الغريبة جدا، الخوف من الوصول إلى هناك. كل المنتخبات العربية يسري عليها هذا الأمر. الـ4 منتخبات في حالة خوف وفزع أنها تصل إلى الضفة الأخرى في الملعب. وفكرة الدفاع مسيطرة على الجميع، واللا هجوم مسيطرة على المنتخبات الأربعة التي شاركت في كأس العالم. لابد من قتل هذه الخرافة إن الدفاع هو الاستراتيجية الأنسب لوجودنا في كأس العالم. نمرة 3، قتل خرافة المدرب الأجنبي. يعني احنا في النهاية بعد كل هذه التكاليف، وبعد اللي اتقال على كوبر وما إلى ذلك، النتيجة مؤسفة للغاية. لو مدرب وطني وهذه النتيجة أفضل من مدرب أجنبي وهذه النتيجة، إيه الأسوأ اللي كان ممكن يعمله مدرب وطني؟ احنا وصلنا للأسوأ بمدرب أجنبي. ولابد يكون في أداء قوي في مواجهة أي أزمة. أسبانيا نحت المدرب جانبا قبل أقل من 48 ساعة من كأس العالم. مدرب السنغال شاب سنغالي. يبقى احنا لازم فكرة المدرب الأجنبي ديت بالنسبة لمنتخب مصر هو مناسب للأهلي أو الزمالك، لكن مش مناسب لمنتخب وطني. الأنسب والأليق، لأن كأس العالم سياسة وحضارة وثقافة مش مجرد مباريات، إن يكون في مدرب وطني للمنتخب الوطني. البعض بيتكلم على كابتن حسن شحاتة، البعض بيتكلم على كابتن حسام حسن، البعض بيتكلم على آخرين. في كل الأحوال ينبغي أن يكون هناك مدرب وطني للمنتخب الوطني. والنقطة الرابعة، اليأس، مأساة الانهيار النفسي. إن اللعيبة رايحين بمنطق هيتهزموا، إنما متى يأتي الهدف في مرمى مصر؟ ده السلوك النفسي. مباراة أوروغواي كان أداء مصر ممتاز، إنما الكل لعيبة ومتفرجين مستنيين إن في لحظة هيحصل انهيار. كلنا في انتظار الانهيار، في انتظار الخبر السيء. حتى الدقيقة 88 89 90 91 كلنا في انتظار الخبر السيء. دي مشكلة نفسية لابد أن تعالج نفسيا. مش معنى احنا مشينا قرابة 90 دقيقة كويسين لابد يبقى الخبر السيء في النهاية. ده موضوع نفسي ينبغي أن يحل نفسيا. احنا مش مصدقين ان احنا كملنا مع أوروغواي لغاية قرابة الدقيقة 90 بهذا المستوى، ولأننا مش مصدقين ومش واثقين حصل هذا الانهيار النفسي في لحظة، ولقينا الهزيمة اللي هي موجودة في قلوبنا قبل ما تكون موجودة في الملاعب. برضو في مباراة روسيا، لأن الموضوع مش تحليل رياضي فقط ومعلقين رياضيين،
ده موضوع يخضع للتحليل العلمي الاجتماعي والنفسي والسياسي. مباراة روسيا كانت توقعاتنا كويسة ان احنا ممكن نفوز على منتخب روسيا، وأدائنا كان كويس مع اول خطأ اللي هو هدف احمد فتحي، الخطأ في مرمانا، انهيار نفسي. لو في قوة نفسية عند المنتخب المصري، لو في اطباء نفسيين اقوياء دربوا المنتخب المصري على عدم الانهيار وانه يكمل بقوة، كنا ممكن نفوز رغم هدف احمد فتحي، لان كان أدائنا يؤهل للتعادل والفوز. الهزيمة ما كانتش كروية ولا احترافية ولا مهارات، هزيمة نفسية، هزيمة في القلب وهزيمة في النفس قبل أن تكون هزيمة في الملعب. المنتخب الوطني المصري يحتاج إلى علماء اجتماع، إلى مثقفين، إلى أطباء نفسيين. تحالف منتفعي كرة القدم في مصر يجب أن يسقط، لأن الهزيمة قاسية جدا. 3 أهداف في 84 سنة، هزائم في 2018، المنتخبات العربية 8 هزائم في 8 مباريات، 0 في جميع المواد. ده معناه ينبغي أن نعيد النظر، وإن المؤسسات الرياضية في مصر لم تكن مؤهلة لأن يكون حضورنا مشرف في كأس العالم وأدائنا ما يليق بالدولة المصرية. هنا وقفة، يجب أن نعيد النظر، لا ينبغي أن نترك الرياضة للرياضيين وحدهم. السياسة في كأس العالم 2018، قضية كوسوفا في مباراة سويسرا وصربيا، اللي تم حضراتكم الماتش بتاع سويسرا وصربيا اللي هو انتهى 2-1 لصالح صربيا. الهدفين اللي جابتهم سويسرا، منتخب سويسرا، الهدفين اللي حققهم في مرمى منتخب صربيا، 2 لاعبين من ألبان كوسوفا، يعني من الأمة الألبانية اللي هي ألبانيا وكوسوفا وجزء من مقدونيا ودول أخرى في البلقان. الـ2 اللعيبة دول من كوسوفا وبعدين بقوا سويسريين، وهم اللي جابوا الجونين في مرمى صربيا. في جزء سياسي في الموضوع، كوسوفا كانت جزء من يوغوسلافيا، وبعدين حرب استقلال سنة 98، وبعدين إعلان الاستقلال سنة 2008. ضحايا كتير جدا اتكلمنا فيما قبل عن قضية كوسوفا. دلوقتي بتعترف حوالي 120 دولة بدولة كوسوفا، لكن روسيا اللي هي المستضيفة للمونديال لا تعترف بدولة كوسوفا. صربيا اللي كانت في الماتش قدام سويسرا لا تعترف بدولة كوسوفا. فالـ2 لعيبة سويسريين اللي هم من كوسوفا أرادوا ان هم يستغلوا المباراة في ان هم يبعتوا رسالة سياسية. الرسالة السياسية ظهرت في الطريقة اللي احتفل بيها مهاجم المنتخب السويسري اللي هو كوسوفي الأصل لما أحرز هدف في مرمى صربيا. الناس كلها شافت صورة شهيرة جدا ان هو أثناء المباراة بعد ما حقق الهدف جاء عامل تشبيكة أيدي بهذه الطريقة. تشبيكة الأيدي بهذه الطريقة هي رمز إلى النسر الألباني، رمز الأمة الألبانية، وبالتالي هذه تحية لكوسوفا وتحية للثقافة الألبانية والأمة الألبانية، وده النسر الألباني اللي معروف في الثقافة الألبانية. طبعا دي إشارة سياسية ربما تكون فيها محاسبات فيما بعد، لكن اللاعب استثمر انه من كوسوفا في انه يرسل رسالة سياسية عبر المباراة. ايضا موقع بي بي سي نشر صور لأحذية اللاعبين الاثنين اللي هم احرزوا الهدفين في صربيا. الاثنين الأحذية بتاعتهم كان عليها علم سويسرا وعليها كمان علم كوسوفا، فاستغلوا ان هم يضعوا علم كوسوفا جنب علم سويسرا على الأحذية، واستغلوا ايضا لحظة انتصار وعملوا علامة النسر الألباني علشان تبقى تحية لاستقلال كوسوفا اللي هي جزء من الأمة الألبانية. هنا السياسة كانت موجودة في قلب المباراة، لأن الاثنين اللي أحرزوا هدفي سويسرا في منتخب صربيا من ألبان كوسوفا. السياسة في كأس العالم، بوتين يكسر العزلة.
الرئيس بوتين منذ 2014 في حملة غربية نتيجة ضم شبه جزيرة القرم، أمريكا وأوروبا الاعتراف، أمريكا وأوروبا عقوبات، أمريكا وأوروبا تضييق، أمريكا وأوروبا محاولة عزلة ضد روسيا والرئيس بوتين. إنما الرئيس بوتين طبقا لوسائل إعلام كثيرة حول العالم استثمر كأس العالم 2018 في إن هو يكسر هذه العزلة، فقابل قادة ومسؤولين من 7 دول حتى الآن، منهم رئيس كوريا الجنوبية اللي حضر ماتش النهاردة اللي هو ماتش كوريا الجنوبية، قابل الرئيس بوتين قبل ما يحضر مباراة كوريا الجنوبية هذا النهار. إذن الرئيس بوتين استثمر كأس العالم في أن التقى زعماء ورؤساء، وإن الموضوع فيه سياسة مش مجرد كرة قدم، وإن فرصة لكسر ما يسميه الغرب العزلة على روسيا، ومشاورات سياسية مهمة جدا على هامش كأس العالم. المتحدث باسم الكريمين قال قبل كده إن كأس العالم فيه سياسة، وإن هو مش مجرد استضافة على الأراضي الروسية، إنما في مشاورات سياسية مهمة هتحدث أثناء كأس العالم مع رؤساء بعض الوفود أو اللي هيحضروا المباريات. مارادونا قبل كده وغيره أيدوا إن روسيا تنظم كأس العالم، لأن الرئيس أوباما كان ضد تنظيم روسيا كأس العالم، واشتغلت إدارة أوباما على إنه حصلت رشاوة وإنه ممكن سحب تنظيم المونديال من روسيا، وحصل موضوع إلقاء القبض على ناس من الفيفا كانوا موجودين في سويسرا. كلنا وقتها تابعنا قضية بلاتر، قضية الاتحاد الدولي لكرة القدم، وقضية تحقيق مع بعضهم في ملفات فساد ورشاوة، كانت كل خطة أوباما إن روسيا لا تنظم كأس العالم. والرئيس بوتين قال الكلام ده، قال احنا عارفين الضغوط التي تعرض لها بلاتر، وعارفين إزاي الأمريكان اشتغلوا ضد الفيفا علشان يسحبوا كأس العالم من روسيا، لكن جه الرئيس ترامب وتوقف هذا العمل، ونظم كأس العالم في روسيا 2018 اللي كل حضراتكم تتابعوا مبارياته. كأس العالم ليس مجرد كرة قدم، كأس العالم سياسة واقتصاد وثقافة وحضارة. أبرز الفيديوهات الموضحة لما تحدثنا عنه اليوم من تحليل سياسي لبعض المشاهد في كأس العالم. المقطع الأول، الرئيس بوتين بيعلن انطلاقة رحلة كأس العالم بعد أن كادت روسيا تخسر التنظيم إذا كان أوباما قد استمر في السلطة أكثر من ذلك. نجم كرة القدم العالمي مارادونا زار الرئيس بوتين وقعد شوية في روسيا ودعم أن روسيا لابد أن تنظم كأس العالم، وقت ما الرئيس أوباما كان عايز يوقف تنظيم المونديال في روسيا. إذن كرة القدم هي جزء من القوة الناعمة في عالم اليوم، ولأن كرة القدم جزء من القوة الناعمة يبقى ينبغي أن نعزز القوة الناعمة المصرية في مجال كرة القدم. وسواء أحرزنا 3 أهداف أو 4 أهداف في 84 سنة، لأن في روايات أن كابتن فوزي أحرز هدفين، أيا كانت النتيجة 3، 4، 5، 10 أهداف، كل رصيدنا في كأس العالم لا يناسب ما ينبغي أن تكون عليه القوة الناعمة المصرية. لذلك تطرقنا اليوم إلى تلك المساحة المهمة جدا بين كرة القدم وعلم النفس، بين كرة القدم وعلم الاجتماع، بين كرة القدم وبين السياسة. كل عام وحضراتكم بخير، حفظ الله الجيش، حفظ الله مصر.